الحقيقة برنامجنا أو حلقة الليلة من الحرية مسؤولية دسمة جدا ومليئة بالموضوعات اللي شغلت الرأي العام وكانت محط للأنظار الجميع خلال الأسبوع الماضي. لعل أهم هذه الأحداث على الإطلاق والذي جعل مصر هي محط أنظار العالم، بل وخلينا نقول باختصار شديد أنه أعاد الحسابات السياسية والعسكرية والاستراتيجية للمنطقة والعالم كله، هو افتتاح قاعدة برنيس الجو بحرية وهي أول قاعدة من نوعها وأكبر قاعدة في الشرق الأوسط. خلونا في الفقرة الثانية، هيكون ده محور الحديث مع حضراتكم حول افتتاح قاعدة برنيس الجو بحرية. هيكون ضيفي في الحلقة في الفقرة الثانية من حلقة الليلة اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، خير من يحدثنا عن هذا الأمر من نواحي كثيرة من الزمان والمكان والاستراتيجيات العسكرية والأهمية لافتتاح مثل هذه القاعدة. في الفقرة الأولى هيكون ضيفي وضيفكم الدائم المهندس طارق عبده أمين حزب الحرية المصري بالدهلية، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا سيدي. اسمح لي مهندس طارق واسمحوا لنا مشاهدينا قبل ما نبدأ مع حضراتكم الفقرة الأولى من حلقة الليلة من الحرية المسؤولية، هنخرج لفاصل سريع هنشوف فيه ونستعرض النشرة المصورة التي أعدها حزب الحرية المصري حول الإنجازات والفعاليات التي قامت بها الأمانة العامة والأمانات الفرعية خلال الأسبوع الماضي وشهر يناير. خلونا نطلع ناخد تقرير سريع حول هذه النشرة ونرجع لحضراتكم تاني. مشاهدينا الكرام، زي ما شفنا مع حضراتكم ده كانت النشرة المصورة لحزب الحرية المصري خلال شهر يناير واستعراض لأهم ما تم إنجازه خلال تلك الفترة، وده إن دل على شيء فإنه يدل على أن حزب الحرية المصري حزب متواجد على الأرض وله بصمات فعالة. شايفين فعاليات كتير جدا، شايفين بصمات واضحة لكل الأمانات الفرعية تقريبا والأمانات المركزية إن هي بتحاول يكون لها دور في الشأن المصري الداخلي وكمان في العلاقات الخارجية كان لهم دور، وشوفنا ده في النشرة المصورة. خلوني أبدأ وأرحب بضيفي المهندس طارق عبده أمين حزب الحرية المصري بالدهلية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ سيد. أنا قبل ما أتكلم على النشرة وعن الحزب حابب أنعي الشعب المصري والشعب سلطنة عمان الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. وعلى فكرة أنا كنت أقصد يا سيد أن أنا أنعي الشعب المصري قبل شعب سلطنة عمان طبعا، لأن أيادي بيضاء طبعا، لأن حكيم العرب كان دايما له مواقف مشرفة ومحب لمصر وللشعب المصري، ومصر ما بتنساش الناس اللي بتقف جنبها، ومواقفه دايما من ايام حرب 73 وحتى ايام مقاطعه كامب ديفيد لما العرب كلهم قطعوا مصر هو الوحيد اللي وقف وتصدى وقال انا مع مصر وعمري ما قاطع مصر. وايضا بنعي الشعب المصري وبننعي انفسنا في وفاه الشهيد طيار هشام حسني رحمه الله أثناء المناورة اللي كانت في مناورة تدريبية. وعايز أقول حاجة، معنى أن طيارة وشهيد يستشهد أثناء تدريبات عنيفة بالفعل، ده معناها دي رسالة للعالم كله أن على فكرة يا جماعة الأيام دي مصر ما بتهزرش، مصر بتستعد بكل ما تعنيها الكلمة لأي حاجة سلمية أو غير سلمية. مهندس طارق، في البداية طبعا قبل ما أبدأ كلامي مع حضرتك أنا بؤكد على نعينا للأخوة والأشقاء في سلطنة عمان في وفاة حكيم العرب وفقيد العرب السلطان قابوس بن سعيد لما له من أيادي بيضاء على العرب، وكان دايما متلاحم ومتكاتف مع الشعب والقيادة المصرية. خلينا يعني أنا لفت نظري حاجة في النشر المصورة، العلاقات الخارجية بالحزب كان لها دور في ان هي بتؤكد على ما حدث في واشنطن بما يخص اجتماع وزراء الخارجية وما توصلت اليه الحوار او ما توصل اليه الحوار في النهاية حول 6 بنود حول اتفاقية سد النهضة. يعني طبعا حضرتك تعلم ان سد النهضة في الفترة الأخيرة هو محط أنظار الجميع وشاغل الشعب المصري بشكل كبير. تمام. كان لنا دور أو كالحزب كان له دور إن هو دعم ده من خلال بيان رسمي، ولكن كان في 6 بنود خرجت بيها وزارة الخارجية مع وزارة الموارد المائية والري. خلينا أعرف رأيك إيه ودور الحزب في الموضوع. أنا عايز أقول حاجة الأول بخصوص النشر عموما، إن شاء الله إحنا عاملين يعني البرنامج هيكون دايما
بيتكلم عن فعاليات الحزب وعن نشاطاته، فالنشرة دي هتكون نشرة دورية إن شاء الله في كل الحلقات، هنذيع من خلالها الفعاليات والمؤتمرات واللقاءات وأي حاجة الحزب يقوم بها في الأمانة المركزية أو في جميع الأمانات والمحافظات. ده بصفة عامة. أما بالنسبة لموضوع سد النهضة، أنا عايز أقول إن أنا شايف إن بالنسبة للست نقاط، علشان مش هنتكلم في نواحي فنية قوي، لكن بالنسبة للست نقاط أنا شايف إن هي لا بأس بها بالنسبة للجانب المصري. ولكن أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، رسالة بوجهها عموما للشعب المصري من أنا شخصيا، لما يكون عندك نعمة حافظ عليها. والنعمة أستاذ سيد مش بس فلوس ولا مال، النعمة ممكن تكون صحة، ممكن تكون أولاد، ممكن تكون قبول من عند ربنا. لو ربنا بيحبك وبيحبب فيك خلقه حافظ عليها وما تزعلش حد منك، دي نعمة. فاحنا لازم نحافظ على النعم اللي ربنا بينعمها علينا. من ضمن النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها هي نهر النيل. فاحنا كمواطنين احنا بنثق في القيادة السياسية وفي القيادة الحكيمة ان هي هتجيب لنا حقوقنا بأي طريقة وبأي شكل كان، ومش هتتنازل عن قطرة مية من مقدرات مياه نهر النيل. لكن احنا بقى كمواطنين وكشعب دورنا ان احنا نحافظ على النعمة اللي موجودة. انت عندك مية اوريدي موجودة في نهر النيل، حافظ عليها بان احنا نكون عندنا ترشيد في الاستهلاك، نحافظ عليها بان احنا نلتزم بالدورات الزراعية. الاخوة الفلاحين، وانا فلاح ومن اسرة فلاحين، فلازم نلتزم نحافظ عليها. نحافظ عليها من ناحية المية نفسها، ان احنا ما نوسخهاش، ما نرميش فيها قاذورات. يعني على اللي لو حافظنا على النعمة ربنا هيزيدها بالظبط. ولكن هي زي ما بقول لحضرتك يعني موضوع سد النهضة وتقليص حصة مصر المائية ده شغل الرأي العام كله، يعني شغل الدنيا كلها شايفة ان النيل بيجف. انا بصراحة مش عايز اسبق الاحداث، انا منتظر المفاوضات النهائية اللي هي يوم 28 او 29 يناير، دي هيبقى ليها اللمسة الأخيرة، ودي الأهم من المفاوضات الأولانية، لأن في خلالها يا أستاذ سيد هيتحدد مين اللي هيقوم مين اللي هيكون متخصص بفض المنازعات بعد كده لو حصل أي منازعات، مين اللي هيقوم بعمليات الملء والتفريغ، الادارات المشتركه في الكلام ده. فدي كل الحاجات دي مش هتتحدد الا في المباحثات النهائيه، لكن مؤقتا لا باس بها طبعا، وحاجه كويسه اللي هم اللي وصلنا له حاليا في المباحثات دي. هو طبعا يا باشمهندس ان موضوع سد النهضه هو موضوع له شقين، شق استراتيجي بالناحيه الكبرى، والحصه الميه او حصه المياه بالنسبه لمصر لها فوائد كتير جدا. يعني يمكن اهم حاجه بتخصها يمكن مياه الشرب. الناس عندها توجس وخيفه كده من الموضوع، شايفه ان بكره الصبح لا هنصحى نلاقي ان نهر النيل جف، وده عمره ما يحصل. يعني ده لانها محميه باراده الله اولا. خلينا نبص الناحيه الثانيه برضو، ان هم شايفين ان الزراعه في مصر، وان لا ده احنا بنقلص المياه بتاعتنا، فاحنا الدورات الزراعيه اصبح فيها مشكله، اصبح مشكله الزراعه. ويمكن كان في حضرتك كنت متبني لموضوع الفلاح وملتقى الحوار للفلاح بشكل طبعاً كبير. طبعا وسمعنا، وفي النهارده مجال والابحاث العلميه في مجال الزراعه ما عادتش بتعتمد بس على الري المباشر. ما يعني في زراعات بالتنقيط، وفي زراعات من خلال ابار، وفي زراعات انواع زراعات كتيره. يعني الموضوع مش كارثي للدرجه اللي الناس متخوفه منه او مهولاه، ولكن الموضوع محتاج شويه تقنين وتنظيم وتظبيط، والكل يتعاون. واحنا طبعا واثقين في القيادات وفي الساده القائمين على المفاوضات، وان احنا هنوصل لافضل نتيجه ان شاء الله. احنا ننتظر اليوم 28. خلينا مهندس طارق نستقبل أولى مداخلاتنا في هذا الأمر حول موضوع سد النهضة، وخير من يحدثنا عن هذا الأمر من الناحية الفنية المهندس محمد السباعي المتحدث باسم الموارد وزارة الموارد المائية والري. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا باشمهندس، تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم.
تحياتي لحضرتك. خليني أناقش حضرتك بشكل مباشر حول الست بنود التي خرج منها معالي وزير الري ومعالي وزير الخارجية من اجتماع وما حدث في واشنطن بالتحديد. البنود حضرتك شايف أنها بتحل الأزمة فعلا ولا هناك مطالبات أخرى؟ مؤكد يا فندم، بس ان احنا بنأكد على ان البنود دي هي عبارة عن أطر، الأطر دي تم التوافق عليها وهي ليست تعتبر اتفاق في حد ذاته، وبالتالي الأطر دي تم هي محددات المفروض انها ان شاء الله هتكون هنقدر خلال 15 يوم المقبلين قبل الاجتماع ال 28-29 المقرر عقده ان احنا ان شاء الله نحولها الى نقاط توافقية، ونقدر ان شاء الله او آلية زي ما ذكرنا في البيان علشان ان شاء الله يعني نقدر يعني نحقق منها الاهداف الموضوعه يعني او المنشوده من لمصلحه الدول الثلاث. يعني حضرتك شايف ان هذه القطر عشان نطمئن الشعب المصري كله، يعني لان الموضوع حضرتك ان عارف انه شاغل بال المصريين، حضرتك شايف ان القطر او المحددات المبدئيه تضمن حقوق مصر المائيه؟ مؤكد يا فندم، احنا في كل الاحوال كل ما يشغلنا في المقام الاول هو يعني ضمان زي ما حضرتك ذكرت حقوق مصر المائيه، وايمن وايضا كمان توفير الموارد المائيه في ظل الندره وظل التحديات اللي احنا بنواجهها بالفعل في الوقت الحالي، وبالتالي ان شاء الله ما فيش اي تفريط في اي نقطه ميه، ان شاء الله احنا قادرين ان احنا يعني نوصل لتوافق يحقق المصلحه المشتركه ان دوله اثيوبيا تقدر توفر او تولد الكهرباء اللي بتنشرها لتحقيق التنميه، وفي نفس الوقت ان احنا نحافظ على مواردنا المائيه المفروض لدول مصر احنا والسودان. فبنقول ان شاء الله دي اعتقد انها تعتبر خطوه كويسه وخطوه جيده، لكن ما اقدرش اقول بشكل كامل ان احنا وصلنا لاتفاق الا لما نقدر ان احنا نوقع على اتفاق واضح، وده اللي نامل ان احنا نوصل له باذن الله. المده تقريبا او الفتره حضرتك شايف ان ممكن نوصل للاتفاق ده في وقت قد ايه تقريبا يا فندم؟ هو المفروض ان احنا هنجتمع ثاني يوم 28-29 من الشهر الحالي، فبالتالي هو ده الوقت المحدد ان احنا نوصل فيه لنقاط تلاقي، فده اللي احنا شغالين عليه، وخلال الفتره الجايه الفتره دي من مشاورات مش هقول مفاوضات بقى لكن مشاورات حول تحويل الأطر دي الى نقاط تغطي كافه التخوفات او كافه الملاحظات من كافه الدول الثلاث، وده اللي احنا يعني مستهدف ان احنا نوصل له يوم 28. اشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري. اعود لحضرتك مره اخرى مهندس طارق، وخليني استغل بقى وجود قياده حزبيه معايا في موضوع يعني يكاد يكون شائك وكان شاغل الراي العام في الفتره الاخيره، في خلال نقدر نقول الاسبوع الماضي، يعني كان هو محط حديث وسائل الاعلام احيانا ومواقع التواصل الاجتماعي. كان في بيان صدر عن فضيله الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر حرم فيه التصوير اثناء تقديم المساعدات سواء العينيه او الماديه للمحتاجين والفقراء. كان في تصرف من احد الاحزاب ان هو قام بتوزيع هذه المساعدات وقام بالتصوير وحصل جدال. الجدال ده حصل بين طرفين، الطرف الاول كان محافظ الشرقيه السابق الدكتور رضا عبد السلام اللي قاد حمله الاستنكار والاستهجان لهذا الفعل، و طرف الحزب اللي اصبح يدافع عن نفسه. خليني اتكلم معاك كامين للحزب، شايف الموضوع ازاي وشايف موقف الاحزاب من هذا الامر بالتحديد؟ اولا انا كحزب الحريه المصري دايما احنا بنتكلم ان دور الاحزاب هو مساعده المواطنين والانتشار في الشارع وتلبيه رغبه وحل مشاكل المواطنين. فما تم من احد الاحزاب اجتهاد، وكل حزب بيجتهد بطريقته او باسلوبه الخاص، فيعني قد يكون خانهم الحظ كان في حاجه معينه، ولكن لا باس طالما ان هي الاعمال بالنيات، طالما ان في نيه لمساعده الناس، ولكن كان يجب مراعاه مشاعر. اسمح لي مهندس طارق ان انا استقبل على الهاتف الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه السابق. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك، تحياتي ليك ولضيفك الكريم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك اهلا بحضرتك. في الاسبوع الماضي شفنا من حضرتك حمله او بوست على الفيسبوك تحول الى حمله لاستنكار ما فعله احد الاحزاب
من خلال توزيع المساعدات العينية أو المادية بشكل أنت حضرتك شايفه غير لائق، وشايف إن ده ما يصحش. أنا حابب أقف مع حضرتك على تفاصيل الموضوع وإيه اللي حصل بالظبط. نعم يا سيدي، شوف يا غالي، يعني أنا هتكلم بشكل واضح جدا ودقيق للغاية. أنا عمر ما كان لي قضية مع أحزاب معينة، يعني ما فيش مشكلة، بالعكس الإخوة في الأحزاب المختلفة أصدقاء وبعتز بيهم، لكن عندما يتعلق الأمر بالشأن العام ممكن نختلف سياسيا يا سيد بيه، ممكن نختلف سياسيا ولكن اختلاف من أجل الوطن. الموضوع أنا مش شاغلني حزب مين، يعني سميه حزب سين مش حزب معين، يعني أنا ما عنديش قضية مع حزب بالمناسبة، لكن المشهد الحقيقة كان مستفز للغاية، ولهذا أنا كان هدفي مش النيل من حزب معين، ولا لأن الناس دايما بتفهم الأمور حسب هواها. الهدف هو إن مشهد زي ده لا يتكرر. ليه بقول الكلام ده؟ لأن أنا راجل بينتمي لهذا البلد زي ملايين المصريين، وزي ملايين اللي حلموا بخير لهذا البلد ومستقبل أفضل لهذا البلد. المشهد ده رجعني لما قبل 25 يناير، رجعني لمشاهد يعني لا تليق بمصر اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. مصر النهارده اللي فيها مشروعات بتتم بشكل غير مسبوق، بمعدلات غير مسبوقه، بتوقيتات غير مسبوقه، نهضه بنشوفها بتتحرك في كل مجال. ما اعتقدش ان احنا على المشهد السياسي والمجتمع نبقى هكذا. النقطه الثانيه اللي انا عايز اقولها، الاحزاب لها دور محدد يا سيد بيه. الاحزاب هي كيانات سياسيه. صحيح. احزاب لها رؤيه وطنيه في القضايا، في التعليم والصحه والسكان، ولكن لها دور خدمي ايضا يا دكتور رضا. الدور الخدمي هو مش هو الهدف من الاحزاب. سيدي العزيز، الاحزاب وظيفتها بناء العقول لا ملء البطون. ملء البطون دي مسؤوليه الحكومه ومسؤوليه الجمعيات الخيريه. يعني انا عايز اقول حاجه، انا كحزب سياسي المفروض تسالني رؤيتك ايه للناس. انا اتصور يا سيد دي في حاجه مهمه جدا، برضو برجع اقول على فكره ان مش شاغلني حزب معين يا سيد دي. صحيح. انا عمري ما كان عندي مشكله مع حد ابدا. احنا بنتكلم في العموم، هي على قضيه عامه، لكن عموم. انا عايز اوصل حاجه مهمه قوي. تعرف لو كان اللي تم مثلا انه رجال الاعمال في كل محافظه يبداوا اللي بينتموا لحزب معين ايا كان سين الحزب سين يعملوا مشروع معين، واحنا عارفين ان كل بيت يا سيد بيه فيه عاطل واثنين وثلاثه، نعمل مشروع وبالتالي نقول يا دكتور رضا انت عندك ولاد عاطلين، طب هات واحد منهم هنعينه في المشروع، ساعتها توضع فوق الراس. لكن نعود مره اخرى يا سيد بيه، انا بكلمك بانتماء خالص لهذا البلد، انا ماليش مشكله مع حد، لكن انا مش عايز ارجع الناس تاني لهذا المشهد. المشهد ده انا عندي في مصر بالمناسبه 7000 جمعيه خيريه. صحيح يا دكتور رضا، اسمح لي. وظيفتها ايه؟ والاحزاب وظيفتها ايه؟ في كل له وظيفه وكل له دور يؤديه. صحيح يا دكتور رضا. الجمعيات الخيريه لها دور والاحزاب لها دور، دي وجهه النظر بس. يعني ضيفي في الاستوديو المهندس طارق عبده، امين حزب الحريه المصري بالدقهليه، كان حابب يسال حضرتك سؤال. اتفضل يا مهندس. اتفضل يا غالي. مساء الخير يا دكتور، واحنا طبعا بنحبك وبنقدرك وربنا يخليك. معلش انا هاخد صفه يعني يمكن المدافع بصفتي امين حزب، فبتكلم باسم لا. الاحزاب يعني لا. حضرتك هو برضو يعني رئيس الحزب اللي هو سين اصدر بيان وضح فيه اللغط اللي حصل ده، فتعليق حضرتك ايه برضو، لانه ممكن يكون البيان اللي اصدره يعني. شوف يا عزيزي، انا يمكن حتى دخلت على صفحه السيد رئيس الحزب، ويمكن ارجو ان حضرتك تطلع على تعليق يعني حظي باحترام اعضاء الحزب انفسهم. احنا ما عندناش مشكله، انا قلت له يعني احنا بنقدر ان كحزب سياسي له دور ويبقى له دور في المستقبل، ما عندناش مشكله، لكن هي القضيه في التخويل. شوف يا سيد بيه، شوف يا طارق بيه، احنا بلدنا مش كل من ينتقد اخوان، لان لو كل اللي بينتقد اخوان يبقى يمسكوا البلد. لا اسف، مصر فيها راي وراي اخر. بدا انا بدليل ان بقى لي 4 سنين حضرتك متابع بنتقد، مش معنى ان احنا بننتقد يبقى بلدنا واقعه. لا طبعا، الديمقراطيه وحضرتك كحزب سياسي لازم يكون في راي اخر، مش معنى. وبما ان حضرتك بتتكلم عن الديمقراطيه، فاسمح لي بديمقراطيه اسال معاليك سؤال واضح وصريح، لان برضو في الحوارات اللي دارت على السوشيال ميديا كان في احد الردود على حضرتك ان انت يعني كان في صوره لحضرتك ايام ما كنت محافظ الشرقيه متصور وحضرتك بتوزع بطاطين، فردك ايه على الناس اللي بتقول الكلام ده؟ يعني خلينا يعني خد بالك يعني زي ما بيقول لك المثل المصري بيقول لك تيجي تكحلها تعميها. صحيح. ايوه، او تزود الطينه بل. صحيح. يعني حتى اللي نشر هذه الصوره يعني كان غير يعني ناجح بالمره ده، بالعكس اساء.
اكتر. ليه بقى؟ لانه انا كمحافظ من حيث المبدا مسؤوليتي ان انا اقوم بمهام اجتماعيه، انا ماليش مصلحه، انا راجل مسؤول اقليم. عندما ادعى لمناسبه الناس كلها بتتصور طارق بيه رايح، الناس بتتصور معاه، ده موضوع مبدئي خد بالك يعني. الامر الاخطر بقى، سيبك من الكلام اللي انا بقوله ده، ان هم قالوا ان المحافظ بيوزع على الغلابه، بيوزع على الناس، وهو بينتقد هذا الوضع. اللي نشر هذا للاسف لم يكن امينا، وعادنا برضه لنفس الادوات القديمه يا طارق بيه. عشان كده انا عايز نستبعد ده، بلدنا بتتبنى صح، عايزينها تتبنى صح زي ما بتتبنى بنيه اساسيه صح، صحيح، بتتبنى عسكريا صح، تتبنى سياسيا صح. انت لما تيجي لازم تكون امين. اللي جاب الصوره ما جابش الخبر، ومن حسن الحظ ان انا لما شفت هذا الكلام، لانه كان بدأوا بقى يقولوا اه شايفين بقى اللي عمل فينا كده، يلا هاتوه بقى. لا، لقيت الخبر من 2015 بتفاصيل. قام السيد المحافظ بالتعاون مع جمعيه مصر للخير وحضور مندوبي الجمعيات من 9 مراكز المحافظه لتسلم 8500 بطانيه لتوزيعها على المواطنين. يعني الخبر مش معمول مخصوص علشان النهارده للدكتور رضا اللي نشر هذا الموضوع. فطبعا لما تيجي وتنشر خبر، تنشر صوره من غير ما توضح حقيقه الخبر، ده برضه اساءه اخرى. هو ده يعني حضرتك اللي احنا بنعاني منه، مصداقيه الاعلام خطا مرتين. صحيح. ليه؟ من اجل مجرد ان يجي من شخص. على فكره الشخص ده اللي انت بتقول عليه ده مش هدفه انت، ولا هدفه شخص، ولا هدفه حزب. وبدليل كده خد بال سيادتك، لو تفتكر شيخ الازهر والازهر الشريف راح طلع بيان صحيح ممنوع. ده يؤكد ان احنا وبالتالي كان هدفي من الموضوع، عشان اختم الكلام واسف على الاطاله، كان هدفي من هذا الامر الا يتكرر هذا المشهد في حياتنا خالص. بلدنا بتتبنى، تتبنى على احترام الانسان المصري يا دكتور، احترامه الانسان المصري وبدل ما نقعد نخاطب البطون يا طارق بيه، اولا ان احنا نخاطب العقول بالظبط، نهتم بتوعيه الناس، بتثقيفهم، تثقيفهم وتعليمهم، ازاي تنزل، ازاي التعليم نعمل فيه ايه، دي البرامج يا طارق بيه اللي بنفكر فيها. لكن الادوات القديمه لا، ما ينفعش، ما يليقش بمصر اللي احنا بننتمي ليها، اذا كنا بجد بننتمي ليها انتماء. والله شكرا يا دكتور رضا على مداخله حضرتك. حضرتك يعني اوضحت واوجزت وافدت المشاهدين اظن في هذا اللغط وهذا وهذه الحاله التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضيه. شكرا، اشكرك شكرا جزيلا للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه السابق. مهندس طارق، اسمح لي ان انا اخرج لفاصل، مش هيكون فاصل معتاد. الفاصل اللي احنا هنخرج فيه هو مقتطفات من الفيلم التسجيلي الذي اعدته الشؤون المعلوميه للقوات المسلحه حول قاعده برنيس بعنوان القوى والسلاح. هناخد مقتطفات مشاهدينا من الفيلم التسجيلي، واستقبل ضيفي وضيفكم في هذه الحلقه اللواء اركان حرب ناجي شهود، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. اسيب حضراتكم مع الفيلم التسجيلي ونرجع لحضراتكم نكمل حلقه الليل. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا مقتطفات من الفيلم التسجيلي الذي اعدته الشؤون المعنويه للقوات المسلحه. الحقيقه حاجه مشرفه، حاجه تخلينا افتخر فعلا باننا مصري في الوقت ده بالذات، واللي محط مصر محط انظار العالم. يمكن قاعده برنيس اعادت حسابات كتير جدا في المنطقه، اعادت حسابات كتير جدا في العالم كله. يمكن اعادت خلت يعني الناس كده تقعد، او الدول تقعد اللي كانت شايفه نفسها ان هي لا ده بدات تطلع كده شويه، تشوف ان هي عندها قوه عسكريه، لا ده بدات تهدى تاني وتعيد حساباتها ان بلاش نقرب من مصر. خلوني ارحب بضيفي في هذه الحلقه وهذه الفقره، سياده اللواء اركان حرب ناجي شهود، المستشار العسكري باكاديميه ناصر العسكريه العليا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ سيد، واهلا بزملاء العمل في الاستوديو. اكرر ايضا ترحابي بضيفي المهندس طارق عبدو، امين حزب الحريه المصري بالدهليه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. خلوني ابدا اهلا خلوني ابدا مع سياده اللواء ناجي شهود في صميم الموضوع او صميم الامر. حضرتك شايف التوقيت في افتتاح قاعده برنيس والمكان واهميه قاعده برنيس الاستراتيجيه عموما؟ حاضر يا فندم. بسجل بس عشان اجاوب على براحتك يا فندم. طلبت حاجات لازم احقق الطلب. اتفضل يا فندم. طبعا اهلا بالمهندس طارق ضيف الحلقه، وربنا يقدرنا نكون عند حسن ظن بلدنا بينا. قاعده برنيس العسكريه، عشان اتكلم فيها برجع 40 50 سنه، اقل من 50 سنه،
بعد حرب 73 انطلب من مصر بضغوط شديدة دول كبيرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعمل قاعدة حرب بحرية في برنيس. بقول الجملة دي وجي بعدها دول تانية قالت بلاش أمريكا طب إحنا ندخل. الرئيس أنور السادات رحمة الله عليه رفض هذا الأمر. أنا طول ما بيتعرض موضوع برنيس أنا بترحم على أنور السادات الله يرحمه. أما أوروبا سماته مان أوف فيجن، كان يرى ما وراه الأفق وكان يرى ما لا يراه الآخرون. اترحمت عليه. الناس كانت عايزة القاعدة هنا ليه؟ وليه هو رفض؟ وإيه اللي خلانا بعد 40 سنة ننشئ القاعدة في نفس المنطقة؟ وإيه أهميتها وإيه دورها؟ ده اللي حابين نوضحه مع حضرتك. حاضر. معنى إن دول أجنبية كبيرة تطلب إنها تعمل قاعدة في الحتة دي، فالحتة دي فيها مشكلة. إحنا سيبنا الأمر وما اقتربناش منها لحد ما ابتدى يبقى شكل التهديدات لمصر غير نمطي. كان التهديد في مصر في وقت من الأوقات في دولة بتحاربني أو دولة عايزة مني حاجة. النهاردة بقى التهديد الإرهاب ملوش مكان ولا وطن ولا زمن ولا أي حاجة، بيجي لك من كل حتة. طيب دي جزئية. الجزئية التانية هرجع المصريين إلى أبريل 2016 من 4 سنين يا ست اللواء. أيوة فندم. ليه؟ أن هنا تعيين حدود المياه الاقتصادية بيني وبين السعودية في أبريل 2016 أو اللي عملت أزمة وقتها. اتعملت أزمة واحدة وقتها والناس مش فاهمة عشان إحنا لم نهيئ الشارع إلى الحدود تعيين الحدود البحرية بيني وبين السعودية وقيمة هذا العمل. بسرعة شديدة القانون 82 اللي صدر بالأمم المتحدة سنة 82 تنظيم العمل في البحار اللي حدد لكل دولة 12 ميل مياه إقليمية زيها زي أرضك، حلالك بلالك. و200 ميل مياه اقتصادية، 200 ميل يعني 380 كيلو تقريبا إذا كان في ما يسمح بال 380 كيلو. ما فيش يبقى أي مساحة بتتقسم مناصفة. البحر الأحمر اللي ماشي والناس عارفاه ده أقل عرض فيه 205 كيلو وأكبر عرض 325 كيلو، نقول في المتوسط 250-260 كيلو. الشريحة اللي بيني وبين السعودية في البحر الأحمر هتتقسم مناصفة بيني وبينه في المياه الاقتصادية. عمقها بالنسبة لي من الشاطئ تتراوح من 120-130-140 كيلو، متوسط 130 كيلو. طب أنا مواجهتي على البحر الأحمر كتير، مش كتير قوي، نقول يزيدوا عن 1000 كيلو شوية، نقول 1000. 1000 في 130 ياه، يعني عندنا 130 ألف كيلومتر في البحر، 130 ألف كيلومتر مربع في البحر مياه اقتصادية فيها ثروات. أكتر من 13% من مساحتك يا مصر. أمال هو الدنيا وقفت ليه؟ خدت موقف لما وزارة البترول ابتدت ترمي العطاءات وابتدت تستقبل عطاءات عشان ننزل الحفارات ونبتدي نوفر ونطلع الخير من الحته دي ليه؟ طيب البحر الاحمر اما الناس بتبص له بتجد ان انا قارات العالم متقسمه ومحكومه بمسارات بحريه. عندي الهند والصين واليابان، خليني في الهند والصين، ده جنوب شرق العالم. وعندي اوروبا وامريكا في شمال غرب العالم. طب اللي بيربط ده بده، والنهارده العالم بقى قريه واحده، الناس رايحه جايه، والبحريه مهما تطور النقل الجوي هيفضل النقل البحري هو عمود التجاره. ليه؟ نقل رخيص سهل حتى لو خد وقت تحت السيطره. عشان كده البحر الاحمر ممر في منتهى الخطوره، بيربط كل اللي جاي من جنوب والشرق عشان يروح الشمال والغرب والعكس. طيب انتبهنا ان احنا بقى عندي تهديد ملوش توقيت ولا مكان، هيجي منين؟ عندي ثروات اقتصادية في البحر الأحمر مطلوب منها، عندي رغبات دول كبرى من سنين إن أنا أعمل قاعدة في هذا المكان. كل الأمر ده كان مبرر لإنشاء القاعدة بشكل أو آخر متكاملة، مش قاعدة بحرية بس، لا دي قاعدة شاملة أرصفة تستوعب القطع البحرية العميقة، تحتاج مياه عميقة، أرصفة عندي بتزيد عن 14 متر، وفي أرصفة تستقبل حاجات مدنية مستقبلة، وعندي قاعدة جوية في الدشم اللي مطلوبة لتأمين الطائرات، في الممرات اللي تسمح باستقبال الطيران العسكري، وفي حالة الضرورة للطيران المدني في الترامك اللي تستقبل الطائرات تركن عليها. عندي الحياة الإدارية اللي تسمح بالتواجد هنا للنهار، عندي مستشفى، عندي مناطق إدارية للمعيشة والحياة الكاملة 24 ساعة، عندي قوات برية. إذن بقى عندي تجمع هنا ظريف جميل خفيف قوي كده يوفر عليا، بدل ما انا عايز اعمل، ما انا قواتي الجويه محدوده،
وقواتي البحريه محدوده. كنت بعوز ليا نشاط في البحر الاحمر، بجيب من قاده اسكندريه وانقل في هذا الامر. عملت اسطولين، اسطول شمالي واسطول جنوبي عشان اخفف المصاريف عليا. دي مش فشخره مصاريف، لا. ما انا كنت عايز اسال حضرتك بس مش عايز اقطعك خالص. مش عايز اقطع بصراحه يعني، مستمتعين بشرح سعادتك. انا يمكن زمايلي في الكنترول بيقولوا لي ان ان هم هيسيبوا الشغل ويقعدوا يتفرجوا من قد ايه كلام حضرتك شيق جدا يعني. لا انا كنت عايز اسال حضرتك برضو كناحيه اقتصاديه بقى، انا يعني ببص لها مش من وكدور الحزب يعني. خلينا نتكلم كده بس ثانيه واحده يا سيد بيه بعد اذنك. لان السؤال ده شاغلني. احنا عندنا اوريدي قاعده محمد نجيب العسكري. فهل كان في جدوى اقتصاديه اللي فعلا عمل قاعده برنيس، ولا دي لها اهداف استراتيجيه ومحاور غير الاهداف الاستراتيجيه؟ شاكر سيادتك. انقل السؤال لحضرتك المهندس طارق تقمص سيح هنا. فانا يعني انقل السؤال لحضرتك. احنا الثلاثه بنوصل رساله للمشاهد، بنقول له احنا اللي عندنا من واجبنا نقوله لك، وبنقوله لك بمصداقيه، لان احنا خايفين رب العزه يقبض روحنا واحنا خارجين من الاستوديو. هنقول له ايه؟ اطل الله عمرك. كدبنا على اولاد مصر. بس دور حزب، ضحكنا على اولاد مصر. اللي يجب انه يكون في توعيه للناس. صحيح. وتوعيه. صحيح. للشباب، وتوعيه عشان يبقوا فاهمين التحديات اللي بتقوم بها الدوله وايه الاسباب والكلام ده، لان الناس ممكن تكون نظرتها سطحيه لامور زي دي. خليني بقول لحضرتك، فرصه لوجود حضرتك عشان نوضح اللغط والحاجات. صحيح. وكمان يا فندم، ليه مش مفيش توعيه في الشارع ايضا؟ يعني بعد الاجابه على المهندس طارق، المفروض الشارع يعرف اللي حضرتك، الكواليس اللي حضرتك بتحكيها دي. وده دور بقى القيادات السياسيه ودور الاعلام ان هو يوصل ده فعلا بشكل واضح للشارع المصري. انت بتحط الحبل حوالين رقبتك ورقبه كل الاعلاميين. صحيح. وكل المسؤولين في مصر. صحيح. الشعب اللي بيتفرج علينا ده اذكى مني ومنك. صحيح. وقادر قاعد يفصصني انا وانت والمهندس طارق والاستاذ سيد، احنا كدابين امتى؟ احنا صادقين امتى؟ احنا بنلمع مين امتى؟ شعب. انا بطلع قدام الكاميرا بيجي لي هلع لحد ما اسيب الكاميرا. ساعات ما اسيب الاستوديو بقول يا ما انت كريم يا رب، انت سترتني لحد دلوقتي. طيب نكمل يا فندم. قاعده محمد نجيب، احنا ما خرجنا من 73 الدنيا شافت القوات المسلحه المصريه دي ايه اللي عملته ده. القوات دي حاربت ازاي في ال 170 كيلو؟ عمليه هجوميه بمعدات دفاعيه متقادمه ومفيش حاجه وقفتها. مين الانسان ده؟ اتدرب ازاي؟ عمل ايه؟ انجز ازاي؟ خطط ازاي؟ فكر ازاي؟ ضحك على الاقمار الصناعيه والسفارات والقنصليات وكل العملاء والجواسيس، وعمل العمله السوداء اللي عملها ابن مصر دي ازاي؟ طب تعالوا نشوف عمله العسكري النافذ. طب ما تيجي نعمل معاه تدريبات مشتركه. خلال الثمانينات ابتدى يطلب مني تدريبات مشتركه. القيادة السياسية والعسكرية، مش أنا على فكرة بتكلم يا أولاد مصر، أنا كنت ضابط صغير في الوقت ده وأنا حاربت نقيب، وأيام ما ابتدت التدريبات المشتركة دي كنت مقدم ولا عقيد، حاجة بسيطة عبيطة كده، مش مسؤول في الدولة. تعالوا نتدرب. جبنا الناس كلها تشوف إحنا عملنا إيه، ونقلنا لهم خبراتنا. إحنا كسبانين مش خسرانين، لأني باخد منهم خبرات وبديهم خبرات. اخترنا منطقة للتدريب هي منطقة الحمام. كل ما يجي تدريب مشترك نتدرب فيها. دول كتير قالت عايزين نغير بقى منطقه التدريب. القياده قالت على جثتي ارض مصر مش مستباحه، مش كل واحد يجي يتدرب فيها ويشوف لي ارض مصر فيها ايه، هي الحته دي بس، وفيها على البحر تعمل تشجع تساعد القوات البحريه على تنفيذ مهامها في التدريب، تساعد القوات البريه، مسرح الجوي مفتوح بحر وبر، الدفاع الجوي له ميدان يضرب، بقت منطقه الحمام. مع الوقت ابتدى بدل ما نعمل تكلفه دوريه تكلفه دوريه، طيب ما احنا نعمل منطقه ثابته ونعمل معسكر هنا دائم، قاعده فيها تجهيز اداري وفني وميادين رمايه وكل التخصصات، اي حد يجيني يلاقي الامور جاهزه متستفه. دي قاعده محمد نجيب، قاعده بتستقبل كل التدريبات المشترك، فيها بعض التمركزات لقواتنا المسلحه لكن ليست بالاساس هي للمهام، هي للتدريب المشترك اساسا عشان مصر لا تكون مستباحه. تمام. اما قاعده برنيس، لا، قاعده لها مهام استراتيجيه ومهام عملياتيه ومهام ترتبط بثروات واقتصاد مصر. تمام. الاهم كمان اللي انا عاجبني في الحته دي، القوات المسلحه اتعلمنا منها الثقافة اللي عملها محمد علي أيام ما كان بيمد أذرع العمران يروح المناطق البعيدة، فيبتدي الناس المحور الحركة مع العاصمة
قلب العاصمه اللي يبتدي الحياه ويبتدي يدق العمران في هذا المكان. بعد 10 15 سنه هلاقي في منطقه برنيس حواليها بقى مجتمع جديد. صحيح. حياه هتنشا. تنميه مجتمعيه عمرانيه. تنميه مجتمعيه عمرانيه. صحيح. طب نعم. انا قدرت اوصف واطلع ثروات مصر في منطقه برنيس سواء اللي على البحر او في الجبل في حضنها هبتدي. شيء جيد مش وحش. اتكلفنا فلوس اتكلفنا. في معمار ولا في خراب؟ لا في معمار. في كام باك اكيد هيوصل يعني. بعد باذن الله. بعد اذنك يا استاذ سيد اتقمص دور ال اتفضل. اتفضل. حضرتك شرحت ان المكان بتاع قاعده برنيس ده يعني مسبقا من ايام الرئيس الراحل محمد انور السادات رحمه الله عليه. ولكن التوقيت بقى ان هي تكون في التوقيت ده، هل دي فيها رساله يعني اختيار التوقيت ان الوقت الحالي اللي احنا فيه ده ان يكون ده افتتاح قاعده برنيس، هل في رساله للعالم ورساله للدول المحيطه ورساله تدل على اهتمام القياده بالامن القومي لمصر؟ واسمح لي يا سياده اللواء، التوقيت والمكان. ما هو المكان احنا المكان بالتحديد والتوقيت بالتحديد. طيب هو انتوا بتستدرجوني وانا هاستدرج معاكم، يعني انتوا بتزحلقوني وانا هزحلق. حاضر عشان اقدم اكبر فايده لكل الناس. حاضر يا فندم. القاعده بتتبني من فتره. بتتجهز من فتره لان دي مباني اداريه، مباني عملياتيه، ارصفها باعماق مختلفه، هتشيل مراكب تجاريه ومراكب، فبتتبني مده. انما اتخطط التوقيت مع المناوره قادر 2020، في نهايه المناوره كان اكتملت الصوره النهائيه وبتفتتح. اهميتها ما فيش هزار. انا عندي الارهاب بيجيني من الجنوب، بيجيني من البحر، بيجيني من البر، بيجيني من الغرب، بيجيني من كل اتجاه. ارهاب النهارده اتفقنا ان اللي ما ينفعش يتعامل معاك وانت ما وافقتش عليه بهدوء ايام الاخوان وتسيب البلد تتقسم وشعبها يتفتت، المسيحيين يبقى لهم مكان ودوله واسرائيل تاخد حته من الارض والدوله النوبيه تاخد حته من الارض، اللي انت ما وافقتش عليه يا ابن مصر في 2012 هنعمله بالارهاب. الارهاب هو وسيله وليس هدف. انا بستخدم الارهاب رساله محدده عايز اوصف اوصل لمرحله. هل هتنجح مع شعب مصر؟ ما اعتقدش. لسبب. صحيح. مصر المليون كيلومتر مربع يا باشمهندس طارق انت شايلهم امانه، انت والاستاذ سيد والمذيعين والمعدين كلهم كلكم شايلين الارض. انت فكره جيل اكتوبر كان يقدر يسيب سينا ما رجعهاش، يقف قدام رب العزه يقول له ايه؟ انا ما رجعتش الارض، انا سبت الارض اللي انت وصيتني عليها في الكتب السماويه الثلاثه. لا انتوا شايلين مسؤوليه، مش معاكم رقم قومي مصري؟ انتوا ماضيين على وصل امانه يا رب العزه. الارض مسؤول عن كل شبر فيها، ما اقدرش افرط فيها، هسلمها للي ورايا يا رب العزه كامله مصانه، كامله مش زايده، مش انا اللي هدور على ان انا اخد حاجه من غيري. ارجع للتوقيت. المناوره القوات المسلحه، ننقل بقى من برنيس شويه وهنربط مع بعض. القوات المسلحه بتتدرب طول السنه. ساعات يعلن عن التدريب وساعات لا يعلن. انت طول السنه عندك فكره ان في تدريب في قوات مسلحه؟ التدريب مش مطلوب ان انا اكون عارف. جميل جدا. التدريب 365 يوم شغال. طب بنعلن امتى وما نعلنش امتى؟ الامر مربوط بالموقف المحلي والموقف الاقليمي اللي حواليك والموقف الدولي. ما يستدعي ان انا ابعت رساله بشكل او اخر بنعلن. طب ما تيجي نرجع اللي بيتم العسكري، التدريب ده اسمه ايه؟ اسمه قادر 2020. الاسم نفسه له معنى كبير يعني. طبعا. جميل. كل مناوره يا استاذ تفسير يعني انا عاوز من حضرتك تفسير بقى الاسم قادر بالذات. جاي لك. كل مناوره بيبقى لها اسم. صحيح. نلاقي مناوره اسمها جسر الصداقه. مناوره اسمها النجم الساطع. مناوره اسمها نضال. مناوره اسمها حسم. طب المناوره دي دلعناها وسميناها قادر ليه؟ قادر. عشان الشعب المصريين بينهم شويه مشاكل وقلق شويه وتوتر نتيجه وسائل التواصل الاجتماعي بالظبط الغير محترمه. بلاش استخدم الفاظ عشان انا على الهواء مش عايز اقول مشاكل استغلالها الصحيح. للاسف لسه لم نصل لثقافه الاستخدام الصحيح لهذه الاجهزه وازاي اخليها نقطه قوه مش نقطه ضعف في حياتي. بالظبط. هاجي للنقطه دي. طيب فيها هرتله في الشارع كتير وفي ناس بتجهز نفسها للحرب وفي ناس قاعده تحارب على روحها في وسائل التواصل الاجتماعي. بتضحك السيد ده ذروته. أيوة. نفسه. ايوه طب اتهرج هي حارب على روحها بصراحه. بيذروت يعني نفسه. ما علينا. الامر لما اتذاع واعلن عنه بنقول
يا شعب مصر قواتكم المسلحة دي محدش يفهم، لأن أحد أدوات تفتيت الشعب المصري لشرازم وشرايح استخدام مفردات الجيش والشعب. الجيش يا مصريين هو دراع الشعب المصري طبعا، زي ما شعب مصر بيأمر الجيش بيضرب، الجيش بيمسك، الجيش بيقفش، الجيش بيحمي، الجيش بيأمن. الجيش ما عندوش أي ثقافة، ما بيعرفش في أي حاجة، هو قاعد زي ما بتأمره، أؤمر أحرس هنا يحرس، انزل لملي الزبالة يلم الزبالة، انزل اقبض على الناس دي ينزل اقبض على الناس، ارجع يرجع. هو زراعك يا شعب مصر بينفذ أوامرك بدون من خلال محددين، بدون أو بأقل خسائر، وحتى النصر أو الشهادة. الجيش المصري بيقول لشعب مصر والله أنا قادر، ما أقدرش تكلفوني بحاجة أقول لكم استنى وبتدرب، لا أنا بتدرب، هتقولوا اعمل كذا هنعمل. وأنا يا شعب مصر طبقا لأوامركم، بس نوع من الطمأنينة للشعب المصري جميل جدا. والقانون اللي احنا تعلمناه من واحنا صغيرين، القاعدة بتقول نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا. طبعا ابتدينا بنسالم مش بنعادي، عبد الناصر الله يرحمه علمنا كده وتعلمنا كده. إذا المناورة مش موجهة ضد حد، ده أنا بطمن شعب مصر، بس بقول يا دنيا اللي فكر من أرضي يا ريت يا ريت أسيبها لك وريح دماغي. لا ديني إن كنت يهودي ولا مسيحي ولا مسلم، مصري ما عادش يقرب مني ولا عرضي ولا أرضي. يا ويلك، أنتوا جربتوا، مفيش هزار في الأرض والعرض والدين. أرض مصر مهما كل واحد يفكر بطريقته يشيل شالتك. طيب أنا عندي مشكلة حصلت من حوالي أسبوعين ثلاثة، غرب مصر خارج الحدود، وأنا مش قلت لك أنت بتستدرجني وأنا هستدرج مع سيادتك، أنا جاي الوقت البرنامج كمان، بس حاضر في وقت البرنامج هقول بسرعة، لازم في حلقات هقول بسرعة إن الباب العالي اللي أردوغان بيمثله عنده طموح الإمبراطورية العثمانية من سنين طويلة على نفسه طبعا، هو عايز، ما هو اوروبا قالت له مش هتدخل اوروبا، تركيا ما تدخلش اوروبا ما ينفعش، انتوا ناس عايشين بالدين، مسلمين ومسيحيين عايشين بالدين، انا ما عنديش دين في اوروبا، الدين في الكنيسه في اوروبا. مش اوروبا جوزت الراجل للراجل والخمره عندها والقمار ليل ونهار والزنا مباح؟ طب والانجيل قال كده؟ ابدا. لا هي التوراه قالت كده؟ ابدا. انا مذاكر الاثنين، مذاكر الكتاب المقدس مذاكره وحطه قدامي على مكتبي. طيب اردوغان مش هيدخل اوروبا، وأوروبا عايزة تكسر المنطقة بعد اللي عملته في 73، أوروبا دي هتتقسم مش هتبقى 22 دولة 50-60 دولة. فكان طموح أردوغان المنطقة دي هتتقسم وهو اللي هيبقى ده المجال الحيوي بتاعه مستقبلا. انتوا بوظتوا الموضوع ده، هو فشل في السعودية، فشلوا في مصر، بيحاول في سوريا هياخد حتة زي الوقت الإسكندرون اللي خده من أكتر من 60-70 سنة 80 سنة، بيحاول في سوريا الوقت، حاول في ليبيا، يبقى هو ممثل باب العالي والسراج ممثل الإخوان. على فكرة المنطقة اللي بيشتغلوا فيها دي بغرب ليبيا، يعني إيه؟ يعني بينها وبين تونس 220-230 كيلو، بيني وبينها يجي 1000 كيلو. بس على فكرة الاتفاق اللي عملوه أردوغان مع السراج عمل حاجة جميلة قوي في الشعب الليبي، قبائل ليبيا كلها خرجت، مش إحنا انتفض اللي أرضنا تتلقي. صحيح. انتفض ورا القوات المسلحة الليبية. سيادة اللواء أنا بعتذر جدا لانتهاء وقت حلقتنا، وده يعني شيء صعب جدا على المشاهدين وعلى زمايلنا. أنا محتاج من حضرتك كلمة أخيرة. يعني كلمة أخيرة، حاضر، اسمح لي من حضرتك كلمة أخيرة. يا شعب مصر، يا شعب يا عظيم يا رائع، الجهاز ده اتعمل عشان أفتتك بيه وأقسمك وأقسم أرضك وألعب في دماغك. على فكرة كل تقرير يجي لك خاص بهذا بأي حاجة تجي لك، اوعى تفهم ان واحد زميلك قاعد ابن ناس طيبين يعمل، لا ده في مراكز قاعده تصيغ هذا الامور وبتصيغها بطريقه ان انت تحس ان واحد طبيعي اللي عملها، لا دي مراكز بحث عاملاها عشان انت تاخدها وتبعتها. في حديث دايما بقوله، الحديث بيقول عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام: من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها. يا ابن ادم يا مصري يا حبيبي، لو جات لك اي رساله على الجهاز ده وبعتها وما انتش متاكد منها، كل اللي استقبلها وكل اللي بعتها لي تاني انت شايل وزره. ابعت براحتك، بس انا عايز جهنم تتملي عشان الجنه تفضالي. اوعى يا ابن ادم يا مصري يندحك عليك، انتوا كلكم ولاد مصر وانا عارف الوطنيه في دمكم، ومصر ماشيه في عروقكم، الثلاث حروف ماشيين في عروقكم في خلاياكم،
ما حدش هيضحك عليكم، احنا بنوعي بعض. انا مش واصي عليك، انا بس انتوا لحمي وناسي واهلي، وانا هبقى كل ما الاقي وسائل التواصل الاجتماعي دي استفيد بيها وما تضحكش عليا هنبسط بيكم قوي يا اولاد مصر. وبقول لكم انا كنت كتبت التاريخ من غير ما اخد بالي في 73. يا اولاد مصر بعد 15 20 سنه هتقعدوا مع اولادكم اما كتب التاريخ تكتب ان انتوا حافظتوا على مصر ارضا وشعبا لم يتفتت شعبها ولم تنقسم ارضها. التاريخ هيكون لكم شاهد، لكم مش شاهد عليكم بفضل الله. مهندس طارق كلمه اخيره في عجاله. كلمة أخيرة، أنا هستغل قادر 2020 وقاعدة بنيس وأقول إحنا شعب مصر أساسا شعب طيب ومسالم ومش متعدي على الآخرين، ولكن عشان تقدر تحافظ على السلام لازم تكون قوي وتبين وتكشر عن أنيابك، وده اللي عملته القيادة. مشاهدينا الكرام، للأسف انتهت حلقتنا الليلة وانتهت فقرتنا الجميلة، وإن شاء الله وعد صارم وقوي من سيادة اللواء إن شاء الله يشرفنا في حلقات قادمة للتوعية، وإن شاء الله تكون معنا حلقات ثابتة وفقرات ثابتة للتوعية بما يحدث وما يقوم به في مصر من تطورات عسكرية وتطورات اقتصادية لها أبعاد كتير جدا في المستقبل إن شاء الله. في نهاية الفقرة ونهاية حلقة الليلة بتقدم بخالص الشكر لسيادة اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك أتقدم بخالص الشكر للمهندس طارق عبده أمين حزب الحرية المصري بالدقهلية، وأتقدم بشكر لحضراتكم وإن شاء الله على وعد بلقاء قادم في الحلقة القادمة الأسبوع القادم الجمعة، والحرية مسؤولية انتظرونا إن شاء الله. شكرا دعوتك.